تاني برضو يعني الناس بتتكلم عليه بتفكر فيها حاجة محمود، الجمعية العمومية الطريقة الجاية لاتحاد الكورة، انت فعلا اقترحت 7 مكان 10؟ لا مش طلعت، هو اللي حصل كنت في اللقاء سبعة وبيقولوا مكان 11؟ اه، لا بيقولوا هو المجلس يعني بعد ما استقالت حضرتك وكابتن عصام بقينا 9، بيقول كده المجلس فاكتور. احنا العدد انا شايفه ان 11 كبير كبير جدا. الجمعيه العموميه 180، لما كنا احنا 6 كانت حوالي 180، النهارده 230. اعتقد ان من 7 ل 9 يبقى عدد متاح، ده كان وجهه نظر يعني. لكن انا لما اللجنه المنوط بيها الموضوع بتعدل، هتعدل هيبقى معروف، تروح شروط الترشيح، هيبقى مطروح لجان الاتحاد المختلف، وهمها لجنه الانديه، هيبقى همها تراخيص الانديه، هيبقى همها بعض البنود اللي هي مخالفه للاتحاد الدولي في النسخه اللي موجوده باللغه الانجليزيه وموجوده وتم تغييرها في عهد الوزير العام. يعني حضرتك شايف ان 7 افضل من 11؟ طبعا طبعا، كل ما يقل العدد حد اقصى 9، لكن 11 ده رقم كبير جدا وبيعمل مشاكل وبيتجمع وفي الاخر ما بيبقاش فيه اتفاق. مصمم تزعل زملاتك منك لا يا حاج حبايبي، محمود. لا حبايبي، لا والله مش لا لو كلهم اضافه، لا مش قصدي على حاجه، انا يعني مش قصدي، كل ما بتركز كل ما فيه العدد 9 شايفه ان هو مثالي جدا 9.